موضوع يثير تحفظ الكثيرين، نهرب منه دائما لأنه يؤرق مسامعنا بشدة، زنا المحارم، جريمة صمتت عنها بعض من ضحاياها خوفا من الفضيحة، واعترف بها البعض الآخر، فتوالت عليه طعنات الأعراف والقوانين، أناس أصبحوا تائهين بين لعنة الصمت والخوف ولعنة الانصياع والرضوخ خوفا من القادم. البعض يعزوها إلى التفكك الأسري والبعض الآخر إلى الفراغ العاطفي، فتعددت الأسباب والجريمة واحدة. لنشاهد. احنا كنا نعيش، كنا عائلة واحدة ببيت، فكان دائما عمي يتردد علينا ويجي علينا للبيت. طبعا عمي هو يعني أنا ويا نفس الأعمار متقاربة تقريبا، عادي إنه هو كأخ أب ويجينا للبيت وإحنا نقوم بواجبة، وكان شغله يعني كلش قريب على بيتنا. فهو من يجينا للبيت إنه إحنا نصب له الأكل، نجيب له المي، أو يعني يسخرني يعني أروح أجيب له مثلا الشاي المي. فقمت كل ما أجيب له شيء يحاول يعني يباوع لي بنظرات إنه مخجلة لو يلزم إيدي أو يتحارش يعني لفظيا بي بكلمات. طبعا فات وقت على هذا الموضوع، وهو دائما يتردد علينا، ويعني ما بطل من هاي المواضيع مات نهائيا. ما عندي احد انه انا اروح اقول له هذا اللي يصير بي، انه انا اذا اروح اقول لابوي ما راح يصدق، لانه هو عمي يعني اخوه، شلون انه يخلي عيني على بنت اخوه؟ ما يصير يعني. فمره من المرات انه انا كنت انظف بالبيت، وهو استغل غياب ابوي كان ما موجود، فرجعنا للبيت، هو اجى علينا فحاول يتهجم علي وحاول يعني يغتصبني بنفس الوقت. فأني ظليت أصيح وما أدري شنو، بعدين أنه أنا استسلمت لهذا الموضوع ولا أقدر أنه أنا أروح وأحكي بيه. بعد ظل يتكرر دائما، يجينا ويسوي نفس الشيء، يجينا ويسوي هذا نفس الشيء هذا. لا أجي يوم من الأيام بعد أنا نهاريت كلش يعني، فحاولت أنه أنتحر، حاولت أنه أقتل نفسي، حاولت أخذ حبوب، يعني كل شدة انه الطرق انه حتى انهي على حياتي. طبعا انه انا ما احكي لكم انه مو مرة واحدة صار الاغتصاب، يعني المرة الاولى كنت اقاوم ولحد ما انه لبى رغبته وكملوا شيء انه حضني وتعاطف وياي وقال لي انه انت بنت اخويا واني عمك وخلاص وانتهى الموضوع، وما اريد احد يعرف نهائيا بهذا الموضوع. وراها خلاص انا قلت بعد ما احكي وانتهى الموضوع، وانا هم وعدت انه ما راح احكي بهذا الكلام على مود انه يفك عني يا اخي يخلص. ورا فترة يعني خلاني انه اسكر على الموضوع شوية، رجع هم عاد الموضوع مرة ثانية، تهجم علي وهم اغتصبني وهم ماتين، انه انا بعد ما اقدر اقاوم، مرة قاومت مرتين بعد خلاص ما اقدر اقاوم، فحتى انه كل شيء بي انهار، انا انكسرت بعد ما اقدر احكي اي شيء، ما اقدر احكي. لهذا السبب انه خلاني حتى انه اعف البيت واعف اهلي واعف كل شيء، ما افكر بعد بشيء، افكر انه انا اخلص من هذا الجحيم اللي انا كنت عايشه بيه. لهذا انا انهزمت من البيت كله، وهذا انا مصير مجهول لا اعرف وين اروح، لحد ما انه جبت هالشغله انه حتى بس اشوف مكان انه استقر بي، انه ما بيت ابات بي، انه هذا كل اللي يهمني. بعد ما يهمني انه صار بي صار بحياتي، قمت يعني بس ملجأ انه اخر الليل اخر النهار انه اروح استراح بي بس هذا.